أتوجه إلى السلطات العليا من أجل التنبيه على الخطر المحدق الذي يشكله التراجع الخطير في الحريات وفي مبادئ الديمقراطية. ذلك يتجسد في منع المنظمات من تنظيم مؤتمراتها والتي هي أصلا شريك ومساهم في عملية التنمية، ومنها أيضا غلق العديد من الأحزاب، غلق بعض الأحزاب لأنها قامت بعملها الحزبي الديمقراطي. وهذه المسائل تشكل تراجعا خطيرا قد ينجر عنه انعكاسات خطيرة على البلد وعلى الديمقراطية وعلى المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولذلك يجب أنبه هنا وأطالب السلطات بالعدول فورا عن كل التجاوزات التي نراها في شأن تضييق على الحريات والتراجع في الديمقراطية. لذلك نطالبها أيضا بعدم التضييق على المعارضين واحترام وقبول الرأي الآخر، لأن المعارض ليس عدوا، المعارض إنما يعارض فكرة ويعارض برنامجا ويعارض توجها، ولذلك فكرته قد تساهم في البناء.